يعني هزيمه من سموحه الفريق الوحيد اللي هزم، وذهابا وايابا ادي امامها تتعلق الكره داخل منطقه الجزاء وفي شد ولسه الكره ويحاول يسدد، لكن التدخل في التوقيت من جانب علي فرج ينقذ مرمى، وهنا امامنا الاعتراضات ولسه الكره والراسيه والهدف الهدف 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 الثاني الهدف الثاني هنا امامنا، وادي دجله يخطف 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 فريق نادي بتروجيت على ارض الملعب، والراسيه اعتقد هنشوف امامنا ابراهيم انداي السنغالي هو اللي حط الراسيه، والهدف الثاني لفريق نادي وادي دجله هدف الثلاث نقاط. هنشوف امامنا التنفيذ، هل بقى ابراهيم انداي ولا باتريك مالو؟ هنشوف امامنا التنفيذ هنا امامنا طبعا الفرحه احمد عيد عبد الملك، يبقى احمد عيد عبد الملك رقصه افريقيه على ارض الملعب. هنشوف امامنا التنفيذ، اتعملت البينيه تدخل موجود من العجوز قبل الوصول لمحمد محمود، طلعت الكوره بتدخل كان حاضر من علي فرج، تمشي الامور ووقف لاعبي نادي بتروجيت، لكن اتعملت العرضيه بشكل حلو قوي اللي عملها راسيه هو ابراهيم انداي السنغالي، هدفه الثاني النهارده مش احمد عيد عبد الملك، هو ابراهيم انداي السنغالي هو اللي حط الراسيه، راسيه ولا اجمل.